بس نوصل فكرتنا ونوصل بس الناس اللي في مصر في ناس بتعرف تلعب مزيكا وبتعرف تروح وتيجي وبتنزل في الشوارع زي اي حد بره واحسن منه كمان. احنا الفريق بتاعنا مش كامل دلوقتي، احنا معانا طبلة عشوائي ومعانا ساكس ومعانا حاجات تانية كتير بس، وبننزل بس نفرح الناس وما نعوش اي فلوس ولا اي حاجه، كفايه بس نشوف اي بس ضحك على اي ناس بس.